اللي معنا من الدار البيضاء. السلام عليكم يا أنس. ألو، صباح الخير أخت سناء. صباح النور أختي، لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. تحية ليك وتحية للطاقم كله وكاع المستمعات بدون استثناء. الله يبارك فيك يا أخت أنس، ورحنا مونسين بك هذا الصباح. يا لالا أنس، أنا كذلك ومثال، والله كذلك ومثال. وشكون اللي اختار لك هذه السمية الغزالة؟ الوالد ديالي الله يرحمه كان شاعر، حنت شاعر. الله الله. إوا هي دابا غتقولي لنا هذا الصباح شي كلمات بذكرى في ذكرى الوالد. ما هادي قولي ما كنش عوالة عليها ياك. ما عوالاش، عندي قصيدة ديالي وانا ايوه صوبة على ودي. وي ايه والله يرحمه ويوسع عليه، اللي حافظة من مسائل اخرى ما حافظهاش. ويلا قولي لنا شي كلمات من اختي انس. اخا كان قالها بمناسبة انه كان في السجن وانا ما كنتش داو بواحد الطريقة له، وكان قال لي قصيدة هكا. ذكرتك والقضبان والحبس وتعيشين باعماق يا انس، ذكرتك وال برافو برافو. انا عرفت على انه فاجاتك شويه، ولكن هذا الاسم نادر واسم جميل جميل. الله يجعله دائما معك وراعيك يا رب. امين ورحمته ان شاء الله توصل ليك ولوليداتك يا رب. يا رب امين يا رب اختي، بارك الله فيك. سناء أنس، اذا عندك واحد الشهوه للمستمعات هذا الصباح؟ عندي سيجار بالكفته والقمر، وعندي بساره. يا سلام يا سلام. وعرفتي شنو دابا انت يا جامعه الحداقه، وجامعه يا لالا الشعر، وجامعه ودابا قول لي واش مولا دارك زاد لك في الصداق ولا كيفاش هاد القضيه؟ انا مطلقه، عندي وليداتي، انا وليداتي الله يخليهم لي. والله يخليهم لك. انا نقول لك واحد الحاجه، نعم. ما عرفتش شنو الظروف، ولكن هاد السيد اللي كان معك راه ما عرفش فاش ضاع. ماشي انت اللي اول وحده قلتيها؟ راه ضيع مراه نادره. ربي يخليك، والله يخلف لك في وليداتك ويحفظهم لك يا رب. يا امين يا ربي امين. الله يختك يا حبيبي، بارك الله فيك. اذا غادي ناخذ، نبداو بالسيجار. اييه، اللي معمر بالكفته. الكفته والقمرون بجوج. اي بجوج. هو خبز ملاه. الوغ كنحتاجو طبعا الورقه ديال البسطيله اللي غتكفينا، وشويه ديال الدقيق مخلط مع الماء يكون سائل باش غادي نلصقو. كنحتاجو 50 غرام ديال الشعريه صينيه. نعم. 250 غرام ديال القمرون مكسر. 250 غرام ديال الكفته. الكفته ديال اش؟ ديال الدجاج ولا ديال اللحم؟ الكفته عاديه ديال البقري. واخا. الكفته عاديه. جوج فصوص ديال الثوم يكونوا مدقوقين ولا محكوكين. واحد البصله تكون مشلده، اما مشلده رقيق ولا محكوكه في الحكاكه الغليظه. بصله وحده. اييه. واحد خيزويه محكوكه تكون متوسطه ما كبيراش بزاف، خيزويه. اييه. ثلاث معالق كبار ديال المعدنوس مقطع، شويه البزار، شويه الملح، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال التحميره ديك الحاره كيبغي الحار، ومعلقه صغيره ديال التحميره الحلوه، ونص كاس ديال الزيت بلديه. يا ريت يا ريت يا اخت انس نعاودوا المقادير. غير شويه من الاول باش السيدات عاوتاني يسجلوا معك كل حاجه. اي كنحتاجوا ورقه ديال البسطيله. نعم. وشويه ديال الدقيق مخلط مع الماء يكون سائل باش غادي نلصقوا، ما غاديش نديروا الصفر البيض، من الاحسن الدقيق هكذا. 50 غرام ديال الشعريه صينيه، 250 غرام ديال القمرون مقشر. اذا ربع هذا القمرون. ربع القمرون ولا ربع ديال 50 غرام. 50 غرام ديال الشعريه صينيه. اييه. قلنا ربع القمرون، ربع ديال الكفته. اييه. جوج فصوص ديال الثوم محكوكين ولا مدقوقين على حسب، محكوكين. واحد البصله مشلده رقيق. اييه. ولا اللي ما حيت كتجي صعيبه الشلده يحكها في حكاكه غليظه. واحد خيزويه محكوكه. اييه. ثلاثه المعالق كبار ديال المعدنوس. اذا خيزويه محكوكه. محكوكه اييه. زدناها مع البصله اللي مشلده. اييه. ثلاثه المعالق ديال كبار ديال المعدنوس. شويه البزار. شويه الملح. معلقه صغيره ديال الكمون. نعم. معلقه صغيره ديال التحميره تكون حاره. اييه. معلقه صغيره ديال التحميره الحلوه. نعم. ونص كاس ديال الزيت بلديه. نعم. الو كنديروا الشعريه، ديك الشعريه في الماء مغلي واحد خمسه دقائق، نخليوها باش ترطب شويه، ومن بعد نصفيوها ونخليوها على جنب، نقطعوها شويه ونخليوها على جنب. في مقله كنشحروا ديك البصله، نزيد شويه الزيت بلديه. نزيدوا عليها الثومه. نخليوها تشحر شويه، غير واحد شويه، عاد نزيدوا عليها القمرون. اييه. نخليو كلشي واحد خمسه دقائق. نعم. من بعد في مقله اخرى
كنشحروا الكفته في حتى هي كتلف شويه زيت بلديه ونخليوها بوحده نبقاو نحركوا فيها ونبقاو نفرتوها بديك المعلقه ديال العود تتفرتت مزيان. نعم صافي. شي اناء يكون كبير اللي غادي نخلطوا فيه كلشي. غادي نديروا الخليط ديال القمرون اللي فيه البصله والثومه نديروا عليه شعريه صينيه مقطعه شويه وديك الكفته وخيزويه محكوكه والمعدنوس والتوابل كلها اللي قلت ونخلطوا كلشي مزيان حتى تنسجم مع بعضياتها ونخليوه باش يبرد. نعم صافي. وكنشدهم بالورقه كنديروا الطريقه ديال السيجاره معروفه طريقه سيل كما كيدير لها اي واحد وكنلصقوها بداك الدقيق اللي درنا مع الماء يكون سائل شويه باش تشد لينا. صافي. اللي بغى اللي كيبغي يقلي راه يقليها في الزيت. انا كندير كنفضل كنديرها كنشد شويه الزبده كندوبها غير شويه كنديرها بالشيطه غير شويه كندهن دوك السيجار هكا شويه من الفوق وكندخلهم للفران. نعم. وكتجي هائله فيها نسمه الكفته والقمرون في نفس الوقت. نعم 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 نعم. رائعه رائعه. لا فعلا غزاله هاد الشهيوه وغايجيو مكرملين فيهم. غايجيو مكرملين كيجيو زويونين. فيهم الخضره فيهم كل شيء يعني متكاملين تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. البصاره. البصاره. انا البصاره كنديرها بواحد الطريقه اخرى كنزيد عليها شي هي تشوفي كنحتاجو نص كيلو ديال الفول يكون مرطب. وصبق قليله كامله هو في الماء. اذا نص كيلو ديال الفول يابس ومرطب. مرطب ياه. اربعه الفصوص ديال الثومه. نعم. واحد البصله متوسطه تكون محكوكه. نعم. شويه الملح. زيت بلديه. ايه. شويه الكمون. جوج فرماجات يا اما مثلثين ولا مربعين اللي بغات اللي موجود. ايه. الزين كنحتاجو زيت بلديه وشويه التحميره وشويه الكمون. زائد التحميره والكمون والسودان. كنزينو في الاخر. الوغ الوغ في الكوكوت كنديرو داك الفول في الكوكوت. نعم. وكنزيدو فيه نزيدو عليه الماء الكافي اللي غادي يكفي باش يطيب علينا مزيان. طبعا داك الماء اللي كيكون بات فيه مرطب كتغسليه وكتلوحيه. ايوا كتلوحيه وندير الفول الا غسلت ولا تقدر تغسلي الفول الا غسلتيه مزيان تغسل مزيان داك الماء اللي ترطب فيه يدار. واخا. ماشي مشكل. وديدي قلنا يكون الماء كافي ديدي الثومه والبصله. شويه ديال الزيت بلديه. والملح القياس لان كاين اللي كتدي يدو كتجي مالحه غير القياس ديال الملحه. صافي نسدو عليها غير واحد القياس اللي غادي نحسو بداك الفول راه طاب. نعم. بعد ملي كنحلو عليها ونشوفو لقاو راه صافي راه طاب كنخليو واحد حتى يبرد شويه القياس اللي نقدرو نطحنوه في الطحانه الكهربائيه. ايه. كنطحنوه في الطحانه الكهربائيه وكنزيدو عليه دوك جوج فرماجات اللي قلنا يا اما 30 يا اما 40 على حساب اللي بغى واحد. ومن بعد نعاودو نرجعو للطنجره والكوكوت نعاودو نرجعو فوق العافيه واحد العافيه تكون. وانت كتحركي. وحنا كنحركو وصافي نخليو غير يطلع غير يلاه غير شويه بغيت يطلع فيه الغليه ونطفيوليه وملي بغينا نقدموه كنزينوه بعاود بزيت بلديه وشويه التحميره مرشوشه هكا والكمون من الفوق. رائعه عندك لا فما هذاك في هذاك الفرماج كيعطي واحد النسمه كيزيد يبننها اكثر. تبارك الله عليك. وهذه اكيد فيك. اكيد لينا وفي هذا المذاق ديال الفرماج حتى الوليدات. ايه كتجي زوينه كتجي هائله. حتى الاطفال غادي يبغيو ياكلوها ويشربوها. وتبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بارك شكرا لك كثير يا انس. الله يبارك فيك. صباحكم مبروك. انا بغيت نسولك فينا بلاصه انت في الدار البيضاء؟ انا في روش نوار. على من تسلمي هذا الصباح؟ كنسلم على انا ما عندي حتى حد. انا عندي صحاباتي كلهم اللي كنعرف اللي كيعرفوا انس وخصوص صاحبتي في بلفيدير سعيده. ايوا تبارك الله. ايوا الله يخليكم دائما ويدوم هاد الصحبه. تنسلموا عليهم وهذه تحيه لك والاسره ديالك لوليداتك الله يحفظهم لك يا رب.